بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد رسول الله. الشمائل المحمدية. قال: باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالإسناد المتصل إلى سيدنا أنس الترمذي رضي الله عنه: باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه إليه قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو أسامة عن شريك عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ذا الأذنين. قال محمود: قال أبو أسامة يعني يمازحه. وبه إليه قال: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخي لي صغير: يا أبا عمير ما فعل المغير. قال أبو عيسى: وثقه هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازحه. وفيه أنه كان غلاما صغيرا فقال له: يا أبا عمير. وفيه أنه لا بأس أن يعطي الصبي الطير ليلعب به. وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ما فعل المغير، لأنه كان له المغير يلعب به فمات، فحزن الغلام عليه فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ما فعل المغير. وبه إليه قال: حدثنا عباس بن محمود الدوري قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال: أنبأنا عبد الله بن مبارك عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن سعيد المقبوري رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله إنك تداعبنا. فقال: نعم غير أني لا أقول إلا حقا. تداعبنا بمعنى تمازحنا. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا خالد بن عبد الله عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني حاملك على ولد ناقة. فقال: يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ وبه إليه قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا وكان يهدي إلى النبي وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية، فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. صلى الله عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلا دميما. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه، فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، فقال: من هذا؟ أرسلني. فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري هذا العم؟ فقال: يا رسول الله، إذا والله تجدني كاسدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله لست بكاسد. أو قال: أنت عند الله غالب. هذه نماذج من النماذج التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباسط أصحابه، كما قال لامرأة لا يدخل الجنة عجوز فمضت وهي حزينة فقال: أدركوها، إنه ليس في الجنة عجوز. وهذا زاهر رضي الله عنه الذي قالوا عنه كان دميما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضره. فكان يمازحه صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى المشهد العجيب هذا، احتضنه النبي من ظهره، فقال الرجل: أرسلني. من أرسلني؟ فلما عرف أنه النبي ما فتئ يألو يلصق ظهره بصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: لأنه يواصل المزاح مع النبي. هذه وجهة نظر. وقالوا: لا ليس القصد مواصلة المزاح فقط، وإنما القصد أن يمس بجسمه صدر رسول الله حتى يضمن ألا يحرق جسده بالنار. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقيل ونماذج كثيرة جدا من مزاح رسول الله، مثلا صلى الله عليه وسلم جاء بطبق تمر فوضع أمام النبي عليه الصلاة والسلام وحوله بعض أصحابه، فأخذ الإمام علي مازحا مع رسول الله يأكل التمر ويضع النوى أمام رسول الله، يضع النوى أمام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يأكل ويضع النوى أمامه، فاجتمع كومة من النوى أمام رسول الله وعلي ليس أمامه من النوى شيء. تعرف النوى؟ هذا الذي بداخل التمرة، جيد، الذي لا يؤكل. أم أنه يؤكل عندكم في بنغلاديش؟ ربما تأكلونه. لا 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 يؤكل. فيضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي منشغل بالكلام مع أصحابه، فلما قضى انتهوا من الطعام قال علي رضي الله عنه سيدنا علي لسيدنا رسول الله: إذن يا رسول الله كأنك كنت جائعا، أكل هذا تمرا أكلت؟ يعني إيش هذا؟ أكلت تمرا كثيرا. وسيدنا علي يظن أنه فعل هذا مع النبي والنبي لم ينتبه له: أكل هذا تمرا أكلت؟ فقال النبي: يا علي، أليس هذا بأفضل ممن يأكل التمر بنواه؟ يعني هذا هو النوى الذي أكلت أنا تمره، فأين النوى الذي أكلت أنت تمره؟ إذن أكلته بماذا؟ وقالها له ماذا صلى الله عليه وسلم؟ مازحا عليه الصلاة والسلام. إذن كان يمزح نعم، ولكن لا يقول إلا صدقا وحقا صلى الله عليه وسلم. ولا تكثروا من الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب كما جاء في بعض الروايات. نعم سيدي رضي الله عنكم. عنكم بارك الله. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا مصعب بن المقدام قال حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال: أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة. فقال: يا أم فلان، يا أم، يا أم فلان، يا أم، يا أم فلان، إن الجنة لا يدخلها عجوز. قال فولت تبكي، فقال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز. إن الله تعالى يقول: إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. نعم، فأهل الجنة شباب، حتى قالوا: أسأل الله أن يكتبها لنا ولكم، وأن يجمعنا بمثل هذا الجمع وزيادة في جنة الفردوس، ويجعلنا فيها جيران الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا شباب، قالوا: إن أهل الجنة في عمر موسى عليه السلام، في عمر موسى أبناء 30 أو 35 إلى 40، يعني كله في طور الإيش؟ الشباب موسى. قال: أهل الجنة في عمر عيسى ولا في عمر موسى؟ المهم أنهم شباب، يعني عيسى قبض شابا أو رفع شابا، لم يقبض وإنما رفع شابا. المهم أن أهل الجنة شباب، لا يدخل الجنة عجوز، يكونون في سن الشباب ويكونون في جمال يوسف، في جمال يوسف وفي أخلاق محمد. كيف يكونون؟ رضي الله عنهم. اللهم اكتبنا منها، من أهلها يا رب العالمين. نعم رضي الله عنكم. باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. وبه إليه قال حدثنا علي بن جحر قال حدثنا شريك عن المقدام بن شريك. هذا علي بن حجر ليس جحر، حجر، ربما مصحفة، إنما هو علي بن حجر. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن المقدام بن شريك عن أبيه عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: قيل لها: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت: كان يتمثل بشعر ابن رواحة، ويتمثل بقوله: ويأتيك بالأخبار ما لم تزودي، من لم تزودي. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. وإليه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا جعبة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان البجلي قال: قال أصحاب
حجر أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت، فقال: هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت؟ صلى الله عليه وسلم. وبه قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله البجلي نحوه. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا سفيان الثوري قال: أنبأنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب قال: قال له رجل: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة؟ فقال: لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ولى سرعان الناس تلقتهم هوزان بالنبل، تلقتهم هوازن بالنبل. نعم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، وأبو سفيان بن الحارث بن المطلب بن عبد المطلب آخذ ببجامها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. والله وسلم. إليه قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا جعفر بن سليمان قال: حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وابن راحة يمشي بين يديه وهو يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهمام عن مقيمه ويذهل الخليل عن خليله. فقال له عمر: يا ابن راحة، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: خل عنه يا عمر، فلهي فيهم أسرع من نطح النبل. وبه إليه قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سامرة رضي الله عنه قال: جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة، وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت وربما تبسم معهم. وبه إليه قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشرير عن أبيه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فأنشدته 100 قافية من قول أمية بن أبي الصل الثقفي، كلما أنشدته بيتا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم هه، حتى أنشدته 100 يعني بيتا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كاد ليسلم. وبه قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجر والمعنى واحد قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال ينافق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يؤيد حسان بروح القدس، ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: حدثنا إسماعيل بن موسى وعلي بن حجر قال: حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن أمنا عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث بمثله. والله إنها لمنقبة كبيرة لسيدنا حسان بن ثابت، إذ يقول في حقه رسول الله: إن الله تعالى يؤيد حسان بماذا؟ بروح القدس. يعني ما أبعدها وما أجلها وما أعظمها من بشارة، يؤيد حسان بماذا؟ بروح القدس. ولكن وضع شرطا، ما هو هذا الشرط؟ ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء يقولون هذا التأييد من روح القدس لحسان وحده أم لكل إنسان يأتي ينافح ويفاخر عن رسول الله إلى يوم القيامة؟
بل قالوا إنه لكل إنسان ينافح ويفاخر عن رسول الله إلى يوم القيامة. ينافح يعني يدافع، ويفاخر يعني يفتخر بمناقبه وشمائله صلى الله عليه وسلم، فينشد فيه الشعر ويقرض فيه المدح الشريف، كما فعل ذلك البصيري قال: فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كله. وقد ذكرت لحضراتكم قبل ذلك أن حسان رضي الله عنه عاش في الجاهلية 60 سنة. كم سنة؟ 60. يعني أسلم وهو ابن 60 سنة، وعاش في الإسلام 60 سنة، فكان عمره 120 عاما. وكان يقول في آخر عمره: هذه 60 في الإسلام أرجو أن تكون محوا ل60 في الجاهلية. وأول ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما أنشد فيه الشعر قبل أن يسلم، قالوا: يا حسان، سيقدم علينا من مكة الآن أن محمد الذي يزعم أنه نبي ومعه أبو بكر، فقف على هذا المكان المرتفع وهجه ليكون هجاؤك له سبة إلى يوم القيامة، ونعطيك من المال زعبة صالح، يعني نعطيك أموال إيش كثيرة. فوقف على صخرة مرتفعة ورأى النبي وقد أقبل من بعيد، فنزل مسرعا ولم يهج النبي بكلمة، فلقيه أهل الكفر، قال: ويحك يا حسان، اتفقنا على أن تهجوه، فلما لم تنطق في كافي حقه ولا بكلمة؟ فقال حسان رضي الله عنه: لما نظرت إلى أنواره سطعت، وضعت من خيفتي كفي على بصري خوفا على بصري من حسن طلعته، ولست أنظر أنا إلا على قدري روح من النور صيغت في جسم من القمر. شوف يعني هذه اللقطة التي يعني لقطها كده من النبي صلى الله عليه وسلم. وحسان كان يقوم للنبي إذا رأى، وكانوا يقولون له: لا تقم، فإن النبي لا يحب ذلك. فقال حسان: قيامي للعزيز علي فرض، وترك الفرض ما هو مستقيم، عجبت لمن له عقل وفهم يرى هذا الجمال ولا يقوم. صلى الله عليه وسلم. حسان هذا كان النبي وضع له منبرا في المسجد يدافع وينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض العلماء: إن للمادحين لواء يوم القيامة يقفون تحته. لواء يعني راية، والذي يحمل هذا اللواء ويحمل هذه الراية يوم القيامة حسان بن ثابت. وأيضا إن للعلماء لواء وراية يقفون تحتها يوم القيامة، وحامل راية العلماء ولواء أهل العلم معاذ بن جبل. وهكذا تكلم العلماء في بعض التفاصيل، وصلى الله على سيدنا محمد.